وتسير أول التحديات والمنافسات من مسافة 11 كيلومتر بمنافسة مع هذه لجنة الأصايل، المنافسة مع التحديات الكبار من أشواط هذا اليوم، أشواط القدرة والتحمل. نبدأ بحضراتكم 20 من خلال الانطلاقات للمشاركين. جوائز هذا الشوط للمركز 20 من المركز الأول حتى 20 في انطلاقة هذا اللقاء على بركة الله. أيها الحفل الكريم، انطلق أول الأشواط لهجن أصحاب السمو الشيوخ من الحول في هذه المنافسة. ترحيبنا بكل الأخوة الحاضرين في قلب الحدث، كذلك ترحيبنا بكل المتابعين من أمام شاشة دبي ريسينج والقنوات الناقلة لهذه السباقات. فأهلا وسهلا بالجميع إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى ناموس هذا الشوط. المقدمة والمركز الأول المايدية لهجن سيح السلام تتقدم وتبدأ استطلاع الرأي مع مقدمة الشوط بقيادة حمد بن علي العويسي، بينما في المركز الثاني هذه اللي وصلت خذت المركز الثاني مناورة، تعود ملكيتها للسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان، يضمرها سعيد بن مبارك الوهيبي محتلا المركز الثاني، بينما في المركز الثالث واصل الشاهينية بشعار هجر العاصفة مع المضمر غيات الهلالي. طرفاشة تتواجد في المركز الرابع لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة النهيان بقيادة عيسى بن سعيد الخيالي، بينما في المركز الخامس هجن العاصفة تقدم الشاهينية. يأتي بالتضمير غيات الهلالي هنا القادمة في هذه اللحظات، وصلت خذت المركز الخامس أو السادس في هذه اللحظة. هذه العبور لهجن الشحانية بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فاران المري، وكذلك المركز السابع هذه وصلت لشكله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على سابع المراكز، يضمرها سعيد بن عبيد الحميري المركز الثامن والتاسع والعاشر. ها هي شواهين هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي المركز الحادي عشر، الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، عبيد بن محمد بن ضبيعة في تضميرها، أفراح تحتل المركز الثاني عشر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر طارش بن مبارك بالقوبع، هنا في هذه اللحظات تصل في المركز الثالث عشر الماجدة لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري، المركز الأربعة عشر تصل هملولة لهجن سيح السلم سعيد بن محمد بن مروشد، المركز الخامس عشر وصلت الآن الشوف قادمة الشوف، وكذلك اللي من خلالها مخيلة لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية، بينما المركز السابع عشر والثامن عشر لهجن العاصفة المركز العشرين هنا تتقدم لهجن الشحانية، وهذه سيوف بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري. هي النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، 11 كيلومتر من خلال هذه المنافسات والتطلعات إلى المقدمة وإلى الصراع بالمراكز الأولية المتقدمة في ملتقى هذا الشوط لهذا اليوم. هكذا المسار مشاهدينا الأعزاء، نذهب من جديد إلى المقدمة كما نشاهد ونتابع عبر قناة دبي ريسينج عبر هذا النقل الخارجي، كما نشاهد المقدمة والمركز الأول في هذا اللقاء. ما شاء الله، شوف هذه الأسماء الحاضرة، لكن حصل تغيير، حصل تبديل. هجن العاصفة بهذه السرعة من الطرف الأيمن تقدمت الشاهينية، والشاهينية لهجن العاصفة مع المضمر غيات الهلالي إلى مقدمة هذا الشوط، إلى تحدي هذا الشوط، بينما في المركز
المركز الثالث وصلت العبور، وصلت العبور لهجن الشحانية، الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري، شواهين وشواهين لهجن العاصفة على المركزين الثالث الرابع والخامس بقيادة المضمر غياث الهلالي. هذه النتيجة ما شاء الله خماسية، إبداع واستمتاع. هنا نذهب للمركز السادس، والمركز السادس تصل من خلال مناوره لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان بعملية تضمير سعيد بن مبارك الوهيبي. وهنا المايدية، المايدية اللي بالمركز السابع لهجني سيح السلام المضمر حمد بن علي العويسي. الفائز بالمركز الأول سيحصل على 300,000 درهم مقدمة من هذا المهرجان، مهرجان المرموم التراثي لعام 2023. نذهب إلى طرفاشة، احتلت المركز الثامن في هذا اللقاء لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان، عملية تضميره عيسى بن سعيد الخيالي. هجن العاصفة تحتل المركز التاسع، المركز العاشر هذه اللي قادمة ما شاء الله، الشكلة تشكل علامة الخطر على المركز العاشر لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سعيد بن عبيد الحميري. وكذلك الماجدة لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري تتقدم للمركز الحادي عشر، المركز الثاني عشر هملولة لهجن سيح السلم بقيادة سعيد بن محمد بن مروشد، المركز الثالث عشر ننصل إلى مخيلة، مخيلة لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. كذلك هناك النوف، النوف والشوف هذا اللي قادمة لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية على المركز الرابع عشر. خامسا سادس عشر هنا هجن العاصفة، المركز السابع عشر يتقدم بوجود هذه اللي وصلت أيضا شدائد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عبيد بن محمد بن ضبيعة في تضميرها، أفراح في المركز التاسع عشر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر طهارش بن مبارك بالقوبع. والمركز العشرين لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري. هكذا هي النتيجة لمجريات وتحديات هذا الشوط، هذا هو اللقاء، هذا هو التحدي من خلال المنافسة، من خلال التحدي والمنافسة بين هذه الأسماء الحاضرة المتقدمة ما شاء الله. مركزنا حتى العشرين جوائز نقدية قيمة ومجزية للمراكز، هنا مشاركين 21 مشارك. يلا بالتوفيق، يلا بالفوز والنصر من خلال الانطلاقات والتحديات. أعود إلى المقدمة، الله، المقدمة عاصفية، المقدمة عاصفية بثلاثية على قائمة هذا الشوط، بثلاثية على قائمة الشوط لهجن العاصفة الأول والثاني والثالث. يحلال يحلال هذا الشعار من خلال المقدمة بينما في التضمير الله غياث الهلالي مناورة حاضرة، مناورة حاضرة بشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. تحضر في هذا، في هذه المشاركة، تبغي الناموس، تبغي الناموس وال11 كيلو، أشواط القدرة، التحمل، القوة. المركز الخامس هجن، هجن الشحانية وصلت، خذت المركز الخامس بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. لكن هملولة، هملولة تنضم إلى القائمة، هملولة لهجن سيح السلام بقيادة سعيد بن محمد بن مروشد وصلت الآن، خذت المركز الخامس بينما مناورة في المركز السادس. المركز السابع طرفاشة لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان، ضمرها المضمر عيسى بن سعيد الخيالي. هناك كذلك اللي قادم الشكله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، تحتل المركز التاسع المضمر سعيد بن عبيد الحميري. العاصفة في المركز العاشر، العاصفة في المركز الـ11 بينما في المركز الـ12 هذه اللي تقدمت الماجدة لهجن الشحانية مع بن فاران، مع بن فاران جابر بن سالم بن فاران المري. هذه الأسماء اللي حاضرة، هجن الشحانية أيضا كذلك في المركز الـ13 والـ14 والـ15. نشاهد هذه
الهجن الاصايل في تحدي ومنافسه دخلنا في اجواء 11 كيلو والدوره هنا من خلال انضمام هذه الاسماء، لكن هجن العاصفه متقدمه، بينما المركز الاول سيحصل على 300,000، ثانيا 180، ثالثا 150، رابعا 120، خامسا 100. شوف الاسماء العملاقه اللي بتشارك، لكن هجن العاصفه حتى اللحظه هي الاقرب بعنوانها من خلال وجود شواهين العاصفه على المركزين الاول والثاني. المركز الثالث ايضا هجن العاصفه مناوره في المركز الرابع لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف ال نهيان بقياده سعيد بن مبارك الوهيبي هملوله لهجن سيح السلم، تنضم من الجانب الاخر سعيد بن محمد بن مروشد في عمليه التضمير والعبور لهجن الشحانيه، العبور بقياده جابر بن سالم بن فاران المري. ما شاء الله الحلال كله مع بعضه وعند بعضه. هذه طرفاشه واصله، طرفاشه لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفه ال نهيان بالتضمير والتدريب. ياتي عيسى بن سعيد الخيالي، وهنا الشكله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم تحتل المركز الثامن، المركز التاسع هجن العاصفه، المركز العاشر هجن العاصفه، المركز ال11. شوف 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 هذه اللي حضرت ما شاء الله للماجد الهجن الشحانيه. شوف يعني التبادل المراكز في ظروف هذا الشوط، في مستواه في تدقيقه من خلال المشاركين. ما شاء الله عنوان منافسه قويه وكبيره في هذه اللحظة، ولكنها يعني من العشرين نذهب إلى المراكز الأولى، تقريبا 12 مطية في موقع واحد، باختلاف المضمرين. هجن العاصفة مسيطرة، هجن العاصفة على المركز الأول، لكن هناك غياث الهلالي في متابعتها. المركز الثاني هملوله هجن سيح السلم مع سعيد بن محمد بن مروشد، المركز الثالث هجن العاصفه، المركز الرابع اشوف مناوره لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف ال نهيان يضمرها سعيد بن مبارك الوهيبي، والمركز الخامس هجن العاصفه، على المركز الخامس. المركز السادس العبور لهجن الشحانيه بقياده جابر بن سالم بن فاران المري، والشكله حاضره في المركز السابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد ال مكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري، والطرفاشة حاضرة لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة ال نهيان. كذلك هناك هجن العاصفة حاضرة والماجدة والأسماء الأخرى اللي بدأت تحضر في هذا اللقاء لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري. العاصفة حاضرة، أيضا في ملتقى هذا الشوط على المركز ال11، المركز ال12 هجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري. عدنا إلى مسار الناموس، عدنا إلى طريق التحدي، إلى ميدان المرموم ما شاء الله من جديد، بعدما كنا في ساعة الماراثون نبدأ الآن في ساحة التحدي هنا في هذا العنوان. ما شاء الله العاصفة، هي المسيطرة حتى اللحظة. هذه الشاهينية أمامكم على قائمة وقمة الشوط، هجن العاصفة مع غياث الهلالي في ناموسي هذا الشوط، بينما هناك العبور، لهجن الشحانية، مع جابر بن سالم بن فاران المري هملوله من الجانب الاخر، او هجن العاصفه، من الجانب الاخر. هجن الشحانيه حاضره مع العبور، هنا مناوره لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف ال نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في عمليه التضمير والتدريب. هجن العاصفه ثالثا وصلت، هجن العاصفه هذت المركز الثالث، المركز الرابع هملوله لهجن سيح السلم سعيد بن محمد بن مروشد يحضر في هذا اللقاء. العبور لهجن الشحانية حاضر على المركز الخامس، المركز السادس هجن العاصفة، المركز السابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، زعفرانة تحضر لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة ال نهيان.
اجن العاصفة هنا حاضرة كذلك بالمركز التاسع، المركز العاشر اجن الشحانية، المركز الحادي عشر اجن الشحانية، المركز الثاني عشر اجن العاصفة، المركز الثالث عشر اجن الشحانية. ولكن هذه الاسماء دخلنا بوابة العبور نحو الانتصار، من يعبر إلى خط النهاية إلى أشواط القدرة لهذا الموسم، من سينضم إلى ركبة المقدمة وركبة الفائزين ما شاء الله من المترومسين، من الفائزين دائما من نواميس، من نواميس. لكن هجن العاصفة على القمة، هجن العاصفة على قمة الشوط، على قمة الشوط هذه اللي وصلت، هجن العاصفة مسيطرة. لكن شوف المركز الثاني مناوره مناوره لسمو شيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، زلالة مناور، تحدي كبير من هذه السلال، سعيد بن مبارك الوهيبي في تضميره. المركز الثالث هجن العاصفة، المركز الثالث هجن العاصفة، المركز الرابع وصلت زعفر طرفاشة، وصلت طرفاشة، وصلت طرفاشة لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان بقيادة عيسى بن سعيد الخيالي. هجن الشحانية حاضرة 1200 على خط النهاية، 1200. شوف 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 الذلال عندك، شوف الذلال من مسافة ال 11 كيلو، لا زالت السيطرة عاصفية. لكن حصل تغيير، حصل تغيير، حصل تبديل، حصل تبديل ما شاء الله. طرفاشة ومناورة، لكن طرفاشة انضمت إلى القمة، انضمت إلى قائمة القمة، إلى القمة. هذه طرفاشة اسمه شيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان. ولكن العاصفة عادت، العاصفة عادت، هجن الشحانية تحاول، هجن العاصفة انطلقت إلى بوابة ال11، إلى بوابة ال11 بالانتصارات والنواميس. عادت العبور، عادت العبور منذ البداية تنافس العبور لهجن الشحانية مع جابر بن سالم وفاران المري. لكن العاصفة، العاصفة، العاصفة على المركز الثالث، على المركز الثاني، على المركز الرابع، مخيلة قادمة لهجن الشحانية، لهجن الشحانية مع العطية، مع العطية. لكن العاصفة، 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 الشوط عاصفي، شوط القدرة عاصفي من خلال هذه اللحظات. هجن العاصفة، هجن العاصفة مشاهدينا الأعزاء، هجن العاصفة والشاهينية، الشاهينية هجن العاصفة تنضم إلى ركب المقدمة، إلى ركب النواميس، إلى ركب التحدي الكبير ما شاء الله. هجن العاصفة على الأول والثاني، هجن العاصفة على الأول والثاني، تهانينا لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على الفوز بالمركز الأول والثاني. المركز الثالث مخيلة هجن الشحانية، المركز الرابع والخامس هجن العاصفة. البقية ناتي مشاركينا الكرام مع المنافسين، مع المشاركين في هذه اللحظات الودية الأصيلة من خلال المنافسة مشاهدينا الكرام، من خلال هذا التحدي والمنافسة. هذه الأسماء اللي وصلت، هذه الأسماء اللي حضرت في المشاركات. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام في ملتقى هذا الشوط، هنا تحدي المنافسة بهذا اللقاء لهجن الشحانية أو هجن العاصفة حلت بالمركز الأول. نومسة الجمهور والمتابعين ب 17 دقيقة 34 ثانية، سبع أجزاء من الثاني تانينا والناموس على هذا الفوز لهجن العاصفة. وإلى المضمر غيات الهلال المركز الثاني 17 دقيقة 35 ثانية، جزء واحد من الثانية تهانينا لهجن العاصفة أيضا على حلولها في المركز الثاني مع غيات الهلالي. بينما في المركز الثالث هنا لحظات الوصول والتحدي من خلال مخيلة لهجن الشحانية 17 دقيقة و 36 ثانية وجزء واحد من الثانية، والثانية للمضمر محمد بن خالد العطية حيث شارك في المركز الثالث. المركز الرابع هجن العاصفة وخامسا هجن العاصفة في هذه المنافسة وهذا التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، عليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق.